السلام عليكم الجوار. المهم الاخوات لكم فيديو واعر بالصح، بحيث ان الحارس ماندي الحارس والزميل والصديق ديال الحكيم زياد في تشيلسي قال عليه كلام اكثر من رائع وكلام كحنا مغاربه خاصنا نفتخروا به. المهم قبل ما نقول لكم شنو قال وايضا نذكركم كلام اللي كان قالوا كانتي على حكيم زياد، نقول لكم بعدا نعطيكم واحد النبذه على كيفاش بدا على المسيره الكرويه ديال الحارس ماندي اللي وصل النجوميه هذا الموسم هذا، بحيث انه لاعب بدا من الدوري الدرجه الثالثه الفرنسي مع نادي كان الاسم ديالو تشيربورغ، ومن بعد انتقل ستاد ريمس 2016-2017 في الدرجه الثانيه الفرنسي وفرض راسو ساعد الفريق ديالو بالفوز بالدوري الدرجه الثانيه الفرنسي، وانتقل من بعد لرين ايضا الفرنسي اللي كيلعب معاه حاليا نايف اكرب عام 2019، وفي 2020 الخوت وبالضبط 24 سبتمبر انتقل لنادي تشيلسي وفي موسم واحد بصفقة بلغت 22 مليون جنيه استرليني لمدة 5 أعوام، بحيث قدم موسم عالمي وتاريخي ديال بصح. ودابا الخوت نعطيكم شنو قال الحارس ماندي على اللاعب ديالنا والنجم ديال المغربي حكيم زياش. أشاد حارس المرمى السنغال إدوارد ماندي بزميل المغربي حكيم زياش بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ نادي تشيلسي، بحيث قال أن النجم السابق لأياكس يستحق القميص رقم 10، بحيث طرد ماندي عند سؤالي عن اللاعب أكثر مهارة بين زملائه في تشيلسي وشكون اللي يستاهل الرقم 10 في تشيلسي. قال بطبيعة الحال كتعرفوا شنو هو الرقم 10 الخوت، راه هو اللي تكون المايسترو، يعني هو اللي تكون الممرر أو الساحر. القميص رقم 10 سأمنحه لصديقي حكيم زياش، إنه ساحر مع الكرة ويقوم بأشياء مجنونة. يعني غير الهضرة دي أو السطورة دي راه خسر لكم كل شيء. وكما عارفين ديجا اللاعب الفرنسي المتواضع نقولوا كانتي كان تغنى بالنجم المغربي حكيم زياش شهر 1 2021، بحيث قال بعد السؤال ديالو على أفضل اللاعبين الموهبة في الفريق ديال تشيلسي قال اللاعب أكثر موهبة في الفريق سأقول حكيم زياش، بصراحة لقد أعطى طاقة جديدة للفريق منذ انضمامه إلى النادي، فهو لاعب موهوب ويظهر ذلك على أرض الملعب حيث يجعلنا أفضل. يعني الخوت راه لاعب كبير والنجوم ديال الكرة العالمية عارف القيمة ديالو من غير المدرب ديالو اللي خاصو يخدم معاه وخاصو يعطيه مركز أفضل، ماشي في المركز اللي كيلعبوا فيه كمهاجم كاذب أو مهاجم صريح. هذا ما كان، أتمنى عجبكم لان، كان معكم الأخ ديالكم روان، تهلاو لي في راسكم.